هل أنا ما أقدر أصلي الفجر لأني فعلاً أنا متأخر وكذا؟ طيب لو كان عندي رحلة طائرة مع التصوير، والله أن الواحد يقوم قبل المنبه، تبي جهاد النفس. أنا أعرف واحد من ربعي إذا سهرنا في الليل وهو نوم ثقيل، والله أنه ينام في الأرض في بيته عشان ما نام زين، أخرنا زيادة والله أنه ينام في المسجد ما شاء الله عشان يقومه المؤذن. توفيق من الله ما شاء الله. وفي ناس يقول حط منبه زين وسويت اللي علي. لا ميب كذا، كل أدرى بنفسه، مجرد ما تعتبر الصلاة مهمة سيعينك الله عز وجل عليها. مسألة قناعات داخلية. المرة اللي فاتت سقسيتوني بزاف على البلانر هذا من وين، كنت متذكر الصفحة ولكن لقيتها لهنا في آخر الدفتر. سو هذه هي صفحة الانستغرام والفيسبوك. زني في بحث مستمر عن علاج لتساقط الشعر. هي مؤخرا لما داومت على الزيوت يعني تمام نقص تساقط الشعر ولكن ما زالوا، وتاني حبيت نملأ الفراغات. فهاد المرة حبيت نجرب ماسك تاع السيدر، شفتو بزاف مشكور، زدت تقصيتكم في الانستغرام وكامل عندكم تجارب ايجابية معاه، يعني لازم له فقط المداومة. وعطيتوني بعض الملاحظات عن طريقة تحضيره، فقلتوا لي ما لازمش يكون ثقيل، لازم يكون يعني سائل اكثر. وتاني نصيحة ثانية نمدها لكم، السدر معروف انه ينشف الشعر، فمن الافضل انكم تزيدوا الزيوت لداخل في الخليط هكا باش ما ينشف لكم شعركم، وبالعكس كي تزيدوا الزيوت راح يرطب لكم شعركم. وتاني باش نتخلص من الحروق تاع الشمس مع البحر وكامل، فدرت هذا الماسك نتاع القهوه، هذا يعني كنت داومو عليه لمده اسبوع ولا اكثر، يعني راح ينقص داك الاستمرار نتاع الشمس. هنكتب لكم كامل المكونات تاع لي ماسك لهنا هكا باش تجيكم سهله تعملوا سكرين شوت. جايز وش رايكم نبدا تجربه ولا تحدي جديد مع بعض؟ جاتني الفكره قلت نشاركها معاكم. كامل نعرفوا بركه سوره البقره وكامل تلاقينا يعني بدوك التجارب تاع الناس اللي يحكيوا على فضل سوره البقره وكيفاش اثرت على حياتهم وغيرت من حياتهم. انا الحمد لله منذ سنوات يعني مداوم على سوره البقره، ما نقراهاش بشكل يومي يعني في النهار نختمها نو، يعني نقرا يعني صفحات من سوره البقره. يعني هذه المره قلت نرفعوا تحدي
مع بعض هو أنه أكيد نقرأ سورة البقرة ونحاول نختمها كل أسبوع. هي قادرة تختم سورة البقرة كل يوم لأنه يعني في ساعة تقدروا تختموها، ولا تقرأوا يعني 10 صفحات ولا 15 صفحة بعد كل صلاة وتقدروا تختموها. ولكن أنا علاش حبيت نقول لكم يعني كل أسبوع؟ لأنه كما نعرفوا أنه القرآن كله فيه البركة، وراء عندنا أكثر من 100 سورة في القرآن، لهذا ما لازمش نركزوا على حاجة واحدة وننسوا كامل القرآن. بدل ما أنه نركزوا فقط على سورة البقرة نقرأها في اليوم، أكيد يعني نقرأ سورة البقرة في اليوم هو أنه مثلا نقرأ 10 صفحات كل يوم من سورة البقرة، وأكيد في نهاية اليوم نقرأ سورة الملك، نقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، نقرأ الكتاب يعني كاملا، يعني نحاول نختمه كل شهر ولا كل شهرين، يعني نقرأ وردنا اليومي غير سورة البقرة. تاني سبب آخر علاش يعني نختموها كل أسبوع ونقرأ فقط 10 صفحات كل يوم هو باش نركز على المعاني تاع سورة البقرة ونفهموها، يعني ماشي غير نقرأه برك، إنه لما نقعدوا مركزين إنه لازم نقراها ونكملها اليوم، فراح ننساو يعني واحد الفضل، وراح ننساو فضل الأعظم والحاجة اللي يعني اللي أهم أكثر هو إنه نفهموا المعاني نتاعها باش يكون لها تأثير صح على حياتنا وعلى أخلاقنا وعلى أسلوبنا وعلى تفكيرنا وعلى بزاف أمور أخرى. هذا أولا، نقرأ سورة البقرة يعني يوميا، يعني نقرأ 10 صفحات من سورة البقرة كل يوم لمدة أسبوع، يعني نختمها كل أسبوع. والتحدي نتاع الشهر هو أنه نتفرجوا برنامج نتاع تفسير سورة البقرة. أنا اختاريت برنامج راح ياخذ منا يعني شهر كل يوم نسمعوا الحلقة حسب الآيات. برنامج اللي اختاريته هو للداعية حسن الحسيني. So هذا هو البرنامج، كما راكم تشوفوا فيه 29 حلقة، يعني راح ياخذ منا شهر. هذا بالنسبة لتحدي هذا الشهر، هذا التجربة ولا تحدي حبيت نسميها رحلتي مع القرآن، يعني نبدأ من سورة البقرة وأكيد راح نروح لصور أخرى إن شاء الله كل شهر، نحاولوا نركزوا مع صورة قرآنية ونفهموها ونشوفوا التفسير نتاعها وعلاش لا نحفظوها. فالبداية راح تكون إن شاء الله مع سورة البقرة. سو أنا راح نبدأ اليوم إن شاء الله، وراح نبقى نشارك معكم على الانستغرام، تبعوني في الانستغرام هكا باش نذكركم. كل يوم نستمعوا الحلقة، يعني الحلقة ما تتعداش نصف ساعة، يعني والشرح تاع الآيات كما راكم تشوفوا مثلا من 1 ل 16 17 ل 29، يعني قادر حتى نحفظوا يعني هاد الآيات في اليوم. سو قولوا لي في الكومنت شكون اللي راح تكون معايا في هاد التحدي واللي راح تشاركني في تجربة رحلتي مع القرآن. ]까요? 그냥 조금 삐끗한 거야. 나잖아, 우리 백서방이 큰일 했다.